السلام عليكم شباب، لعلكم بخير. أنا قلت يا شباب اللي هو إيه، يعني أضرب عصفورين بحجر. بدل ما أنا كنت بقى بصور لكم من الكشكول ومثلا أعمل لكم ريكورد عليه، قلت لأ أنا أزود الريتم شويتين، تمام، وعشان تبقى الإفادة أكبر ليكم بإذن الله. عملت التلخيص في ملف PDF، فاهمين؟ وقلت ايه بالمرة كمان اجي اشرحه في فيديو، تمام. المحاضرة الى حد ما طويلة ورخمة شويتين، يعني هي طويلة بس سهلة، تمام، فيها اسامي كتير عايزة تتحفظ وكده، بس بإذن الله بالتكرار هتبقى الدنيا حلوة، تمام. يلا نسمي بسم الله المحاضرة ايه، الديجيشن اند ابزوربشن اوف بروتين. اول حاجة الدكتور بدأ بيها معانا الفانكشنز بتاعة البروتين نفسها، مساكن البروتين، عايزين نعرف ايه الفانكشن بتاعتها. ليها سبع حاجات. اول حاجه بتساعدنا في ايه، في الموفمنت. ليه؟ عشان البروتين موجوده فين، في الماسلز. بصوا انا اي حاجه لونها اخضر، اي كلام باللون الاخضر ده يعتبر امثله، تمام، عشان تبقوا الدنيا واضحه معاكم. فالبروتين موجود في الماسلز فبيساعدنا على الموفمنت، طبيعي، لوجيك. تاني حاجه الكيراتين. الكيراتين جواه بروتين، تمام، متكون بروتين. طب الكيراتين ده موجود فين في جسمنا؟ موجود في الهير وفي النيلز، في الشعر وفي الضوافر. تالت حاجة موجود في السيل ميمبرين، في البروتين موجود، في السيل ميمبرين، موجود على هيئة انتجرال وبريفرال بروتينز، خدناها في بايو كيمستري 1 تقريبا. رقم أربعة الكولاجين. الكولاجين موجود فين في جسمنا؟ موجود في السكين وفي الكارتليج، تمام. رقم خمسة موجود في الاميونوجلوبين، تمام، اللي هو ايه، الحاجات المناعية بتاعت الجلوبين، اللي هي الأجسام المناعية، تمام، تبع المناعة. الستة النيوكليو بروتينز، الدي ان زي ايه، الدي ان ايه والار ان ايه، الدي ان ايه والار ان ايه بيتكون من بروتين برضه. رقم سبعة ودي مهمة، الدكتور قال لنا ايه، وقال لنا all enzymes وسام هرمونز. ركزوا على الكلمات الصغيرة دي عشان ممكن في الفاينل يلعب مثلا يعكسها، يقول لنا some enzymes وقول له هرمونز. فاحنا لازم نعرف ان البروتينز هي موجوده في كل الانزيمات، تمام، بس في الهرمونز موجوده في ايه، في بعضها. some موجوده فين بالاخص، كمثالين في هرمون الجروس هرمون جي اتش، وموجود في الانسولين، تمام. والانسولين الدكتور ركز على حته ان الانسولين ما ينفعش ناخده كدواء. ليه؟ عشان لو خدناه كدواء ما خدناهوش يعني ك اسمه ايه ده، كحقن، لو خدناه كدواء هيشتغل عليه البروتين خلال الهضم ومش هنستفاد منه. لو خدناه يعني لما يمر في الجهاز الهضمي مش هنستفاد منه، فبالتالي احنا لازم ناخده في الدم مباشرة عشان نستفاد منه والانسولين يعمل مفعول. تاني تايتل معانا ايه، اللوكيشن بتاع البروتين، تمام، موجود فين؟ موجود في الميت، موجود في الايجز، موجود في الملك. موجود فين بالظبط في الملك؟ او صورته موجوده في الملك في ايه، في الكازين، تمام، بروتين الكازين. خش على اللي بعده، الكلاسيفيكيشن بتاعت البروتين في ثلاث انواع، سيمبل، تمام، و كونجيوجيتد و درج، تمام. ناخد الاول حاجه السيمبل. السيمبل عندنا الالبيوم والجلوبيولين، تمام، موجودين في ثلاث اماكن، يعني هما الاثنين مع بعض كده متجمعين مع بعض، موجودين في ثلاث اماكن، موجودين في البيض، موجودين في الملك، موجودين في الاجز. فين في الاجز؟ في الزلال بتاع البيض، تمام، في الزلال، عشان نبقى ايه، عشان في نوع تاني موجود فين، في الصفار بتاع البيض، تمام. نسيت والله اكتب زلال والبياض بالانجلش، بس ايه سرشوا يعني، اكتبوها في الترجمة عنديكم احفظوها، تمام. زي ما قلنا دول موجودين في البيض والملك والايجز، بس فين في الايجز؟ في الزلال. تاني حاجة معانا السكليرو بروتينز. السكليرو بروتينز دول انواع سيمبل، بس ايه فكرتهم؟ هما سيمبل بس هما انسوليبل، يعني مش بيذوبوا في المية بسهولة، زي عندنا زي الكولاجين والكيراتين والالاستين. زي ما احنا قلنا الكولاجين موجود في السكين والكارتليج، والكيراتين موجود في الهير والنيلز، الالاستين موجود فين، في البلاد فيزلز وفي اللنج. دكتور قال نوت صغير كده على حته الالاستين دي، قال لنا ان الالاستيسيتي او الالاستين فايبرز اللي هي البروتينز دي موجوده فين، موجوده في البلاد فيزلز. فلما بيشنط معين يكون عنده اثيروسكلروز، عنده ال دي ال،
عنده ليبيد متكونه في الجدار بتاع البلاد فيزلز، والبلاد فيزلز الجدار بتاعها ايه؟ موجود فيه الاستن فايبرز، فبالتالي لما يبقى فيه اثيروسكلروزس يبقى كده الالاستيسيتي بتاعت البلاد فيزلز هنفقدها، مش هنفقدها كلها بس هنفقد جزء منها، تمام؟ وده هيؤدي لي بايه؟ اهم حاجه هيؤدي لي هايبر تنشن، البيشنت ده هيجي له هايبر تنشن. هنخش على النوع الثاني ايه؟ الكونجيوجيتد. الكونجيوجيتد بروتين دول البروتينات اللي هي مرتبطه مع حاجه، بروتين وليبيد، بروتين و اسمه ده كربوهيدرات وهكذا، تمام؟ اول نوع معانا ايه؟ الجلايكوبروتين. الجلايكوبروتين دول علينا في مثالين ليهم، مثال الميوسين والاميونو الاميونوجلوبين. الميوسين ده عباره عن ايه؟ عباره عن السلايفا، السلايفا اللي هو العام. ما تتلخبطوش ما بين الميوسين والمايوسين. المايوسين دي البروتين الفايبرز اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الساكرولمبا في الماسلز، تمام؟ اما الميوسين ده بتاع السلايفا. وللعلم الدكتور برضه قال ان الميوسين تبع الكونجيوكيت بس ما كتبهاش صراحه، تمام؟ يبقى نفرق ما بين الميوسين والمايوسين. الميوسين ده السلايفا اللعاب اللي هو تبع، هما الاثنين كونجيوكيت. اما المايوسين بالواي دي اللي موجودة في الفايبرز بتاعة المصل. تاني واحدة اللايبوبروتين، واتكلمنا عنها بالتفصيل الممل في المحاضرة اللي قبل المترم، تمام؟ تالت حاجة ايه؟ الفوسفوبروتين. البروتين يرتبط مع الفوسفوليبيدز. مثالين عليها الكازين اللي احنا قلنا ان هو موجود في الملك، والفيتيلين. الفيتيلين ده بقى ايه بقى؟ موجود فين؟ في صفار البيض. يبقى كده نفرق نفرق الصفار البيض اسمها ايج يولك تقريبا لحد هنا، تمام؟ المهم يعني الفيتيلين موجود فين؟ في صفار البيض. اما قلنا مين اللي موجود في الزلال؟ الالبيومين والجلوبين، عشان ايه ما نتلخبطوش وانا عامل عليها هايلايت بالاصفر. رابع نوع، نوع الميتالو بروتينز. الميتالو بروتين من الاسم كده يبقى فيها ميتال، يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ميتال، يبقى فيها معدن، تمام؟ مثال عليها السيريلو، سيريلو بلازميك. طب السيريلو بلازم ده اتحاد ايه وايه؟ اتحاد الكوبر والالبوم. الكوبر ده اللي هو النحاس مع الالبوم، تمام؟ خامس نوع معانا الكرومو، كرومو بروتينز. كرومو جايه من صبغه، صبغه، تمام؟ بنصبغ بيها حاجه. ايه مثال عليها؟ الهيموجلوبين والمايوجلوبين، المايوجلوبين اللي موجود في المصر. سادس نوع والاخير تبع كونجوجيتد النيوكليو بروتينز، معروفه النيوكليوس يبقى موجوده فين؟ البروتين موجود في الدي ان ايه والار ان ايه. اخر نوع اللي هو الدرفت. الدرفت ده المشتق اللي احنا لما نكسره يدينا كونجوجيتد ويدينا سيمبل، تمام؟ اللي هو زي ايه؟ زي الجيلاتين، مفيش غيره. فالدكتور قال لنا ايه؟ نركز عليه عشان هو مفيش غيره في الدرفت، محدش يغلط فيه. الجيلاتين ده عباره عن ايه اصلا؟ عباره عن هيت كولاجين، لما نسخن الكولاجين فيه ونوصله لدرجة الغليان يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه جيلاتين. بمعنى اصح المثال اللي عليها ان احنا لما نسخن الكولاجين، الكولاجين موجود فين اصلا؟ موجود في السكن في الكارتليج، فهيتد كولاجين هي هيتد سكن وكارتليج. نخش بعدين على الاستراكشر بتاع الامينو اسيد اللي بيتكون من ايه كيميائيا، تمام؟ بيتكون من سي اتش في النص اهي، تمام؟ وعلى الشمال مجموعة ان اتش 2 الامين، وعلى اليمين مجموعة الـ CoH الكربوكسيل اللي هي بتمثل أسيد، والناحية الشمال بتمثل أمين يعني القلوي. خش بقى على الخاصية دي. الخاصية دي اسمها إيه؟ أمفوتيريك بروبرتيز. الأمفوتيريك بروبرتيز دي إيه؟ دي خاصية، تمام؟ بيتميز بيها البروتين عن باقي المركبات. يعني مثلا الليبيدز ما عندهاش الخاصية دي. طب ليه؟ طب نعرف الخاصية الأول. الخاصية دي عبارة عن إن المركب ده لو عنده الخاصية دي هيقدر يشتغل في وسط اسيدك وفي وسط الكالاين، يعني يشتغل في قلوي ويشتغل في حمض الاثنين مع بعض. يعني دي خاصيه فريده مميزه للبروتين، تمام؟ ودي حاجه ليه البروتين خد الصفه دي؟ عشان 20% من جسم الانسان متكون من بروتين و50% من ميه، تمام؟ انا نسيت اكتبها بس يعني ايه، اكتبوها انتوا على جنب، تمام؟ الدكتور قالها 20% من جسم الانسان بروتين، فلازم البروتين يبقى عنده حاجه مميزه ان هو يشتغل في وسط قلوي ووسط حمضي. طب هو ازاي بقى بيشتغل في وسط قلوي وحمضي؟ في الوسط الالكالين، تمام؟ الالكالين نفسه الوسط القلوي هو عباره عن بوزيتيف تشارج، تمام؟ فلازم البروتين يتعامل مع الالكالين في صيغه اسيد، يعني هو هيبقى سالب والالكالين ده موجب. طب ازاي هيعمل كده؟
احنا قلنا ان التركيب بتاعه فوق NH2CHCOH صح؟ تمام. احنا قلنا هيتفاعل كايه؟ هيتفاعل كاسيد، يبقى احنا هنشيل الاتش اللي في السي او اتش مجموعه الكربوكسيل، هنشيل منها الاتش تمام، هتبقى ايه؟ هتبقى سي او او سالب تمام. يبقى احنا كده ايه بقى؟ ايون، شلنا الاتش بقى ايون سالب عشان يتفاعل مع الالكالين ميديوم، العكس مع الاسيديك ميديوم. الاسيديك ميديوم ايه؟ شحنته ايه؟ نيجاتيف. يبقى هو يتفاعل معاها كايه؟ كالكالين كقاعده. فايه اللي هيحصل؟ السي او اتش زي ما هي تمام، وفوق كانت ال ان اتش زي ما هي، السي او اتش زي ما هي. اللي هيتغير هنا ايه؟ اللي هيتغير ان احنا ال ان اتش 2 العاديه هنحط عليها اتش زياده، هتبقى ان اتش 3 بوزيتيف تمام. فكده هو اتفاعل كقلوي في في وسط اسيدك ماشي. بعدين هنخش على طريقة التاني اللي هو البيبتايديزس. البيبتايديزس دي اللي هي ايه؟ اللي هي البروتينات اللي قصدي الانزيمات اللي بتكسر ايه؟ البروتينات. احنا كنا ايه؟ قلنا في الكربوهيدرات كنا بنسمي الانزيمز عموما اللي بتكسر الكربوهيدرات ايه؟ كنا بنسميها الاميليزس، وفي الليبد كنا بنسميها ايه؟ اللايبيزس. هنا بقى هنسميها البيبتايديزس، اي انزيم نسميه بيبتايديزس ما عدا انزيمات معينة كده تمام؟ عندنا نوعين من البيبتايديز، اكسو بيبتايديز واندو بيبتايديز. الاكسو تمام بيعمل بريك داون للان والسي تيرمينال في البولي بيبتايديد. البولي بيبتايديز زي ايه؟ زي التراي بيبتايديز. الاندو بيبتايديز تمام، الاندو بيبتايديز ده بيكسر انهي؟ بيكسر بيبتايد بوند. طبعا انتوا مش فاهمين ايه اللي بيتقال دلوقتي، هشرح لكم دلوقتي. اديني رسم الرسمه. احنا ايه الدكتور قال ايه؟ البولي بيبتايد ده عليه مثال التراي بيبتايد، التراي بيبتايديز هو الدكتور اللي شرحه تمام. تعال نرسم بقى التراي بيبتايديز. ادي ان اتش 2 سي اتش. هنا الرابطه البيبتايد بوند اصلا بتتكون ازاي؟ ان احنا بنشيل هنا اتش من ال ان اتش 2 وبنشيل او اتش هنا من السي او اتش ونكون بزيء ميه، هي كده بتتكون البيبتايد بوند بس. فتمام احنا كده ايه اهو الرسمه بتاعت التراي بيبتايد. ايه اللي بيحصل بقى؟ انا معلم عامل هايلايت كده على الاكسو بيبتايديز بالسماوي. ليه؟ الاكسو بيبتايديز قلنا بيكسر انهي؟ بيكسر ال ان و سي تيرمينال. طب فين ال ان و سي تيرمينال؟ ان تيرمينال يعني اخر ذره، او اخر يعني ال ان النيتروجين دي اخر واحده في الطرف بتاع الجزيء تمام، اللي هي على الشمال خالص دي. طب انا معلم عليها ايه؟ بالهايلايت الازرق. وبيكسر برضو ايه الاكسو بيبتايديز؟ بيكسر السي تيرمينال، السي اللي موجوده في اخر الجزيء في مجموعه الكربوكسيل تمام. بيكسر دي وبيكسر دي، او بيكسر الجزيء عموما يعني، بس بيركز على الان والسي. الاندو بيبتايديز بقى ايه؟ بيكسر انهي؟ بيكسر البيبتايد بوند، اللي هي البيبتايد بوند اللي بتربط ما بين كل امينو اسيد والتاني. هي معلم عليها بالهايلايت بالاصفر، ادي البيبتايد بوند الاولانيه وادي التانيه تمام. معلومة الدكتور نوت قالها إن البيبتايد بوند تقريبا تعتبر أقوى بوند موجودة في جسم إنسان تمام. ليه بقى؟ لأسباب كتيرة، منها 4 أسباب. عشان هي بتستحمل 4 حاجات، بتستحمل درجة حرارة عالية temperature، وبتستحمل أسيدك ميديم عالي وألكالاين ميديم عالي، وبتستحمل الإكس راي والألترا فايولت راديشن العنيد كله عالي، بتستحمل كل ده تمام. بس هي طبعا احنا لما نيجي ناكل لحمه بيبقى اللحمه اكيد بتتحلل. طب ازاي بتتحلل وهي اصلا بتتعرض لكل العوامل دي ومش بتتكسر بالبيبتايد بوند؟ احنا الانزيمات اللي جوه جسمنا هي اللي بتكسر بقى البيبتايد بوند. في معلومه تانية الدكتور قالها ان احنا لما نيجي ضرب مثال على الاجز البيض، ان لما نيجي نسلقه او نقليه يعني الزلال بتاعه بيتحول لابيض. طب هو كده حصل له بروكن داون؟ لا، هو كده ما حصلوش بروكن داون، هو حصل له الريفرسبل ديناتيوريشن. يعني ايه الريفرسبل ديناتيوريشن؟ يعني الكلكعه بتاعت العقد بتاعت البروتين اتفكت، هم كانوا مكلكعين مع بعض اتفكت، فبالتالي اللون بتاع الزلال البيض بقى لونه ابيض تمام. وده بيبقى الريفرسبل، يعني ما بيرجعش ابيض تاني تمام، ما بيرجعش لحالته الاصليه. بعدين هنخش ايه؟ نخش على الدايجيشن، الدايجيشن بتاع البروتين. هناخدها طبعا واحده واحده، من اول ما الاكل يدخل الفم لغايه ما يحصل له ابزوربشن تمام. الدايجيشن في الماوس مفيش، نو اكشن،
يبقى كده في الدايجيشن في البروتين مفيش اكشن، عشان مفيش نو لينجوال بيبتايديز مفيش سليفري بيبتايديز. طب لو فاكرين احنا قلنا ما بيحصلش اكشن او ما بيحصلش دايجيشن لانهي نوع من الانواع التانية في الاستومك؟ لو فاكرين قلنا الكربوهيدرات، كربوهيدرات ما بيحصلهاش ايه، ما بيحصلهاش دايجيشن في الاستومك. فانتوا ايه ربطوا ما بين دي، ما بين دي ودي، كربوهيدرات مش بيحصل لها دايجيشن في الاستومك، وهنا في البروتين ما بيحصلش دايجيشن في الماوس. تاني حاجة في الاستومك، الاستومك عندنا انزيمات كتيرة، تمام، عبارة عن ايه، عبارة عن 3 انزيمات، تمام. اول واحد معانا البيبسينوجين او البيبسين، تمام. البيبسين ده ما بيبقاش بالصورة الأساسية دي، أو ما بيبقاش اسمه بيبسين. ليه؟ هو في العادي بيبقى اسمه إيه؟ بيبسوجين، بيبسينوجين. بيبسينوجين يعني حالة inactive، هو مش متنشط، تمام. مين بينشطه بقى؟ جوه الاستومك في حمض ال HCl، HCl اللي بيخش على البيبسينوجين وينشطه ويدينا بيبسين، تمام. البيبسين بقى عنده خاصية برضو، الخاصية دي حلوة قوي، تمام، اسمها إيه؟ اوتو كاتاليسيس. الاوتو كاتاليسيس دي معناها ايه؟ ان لما البيبسين يتنشط عن طريق ال HCl ويحول من بيبسينوجين لبيبسين، لما يتنشط بيعمل تنشيط لباقي الخلايا اللي حواليه، الخلايا اللي حوالين اللي هي مين؟ البيبسينوجينز التانيين. فهو بينشط باقي الخلايا اللي حواليه، فدي حاجة حلوة عشان اللي هو ايه؟ الهضم يبقى سريع وفعال، تمام؟ بيكسر لي ايه بالظبط من الامينو اسيدز بتاعه البروتين؟ بيكسر لي البرانشد امينو اسيد والاروماتيك امينو اسيد، تمام. هنشوف دلوقتي بعدين امثله على الاروماتيك، عشان ايه اكيد هتسالوا ايه الامثله على الاروماتيك، في امثله قدام. تاني انزيم موجود عندنا في الاستومك الرينين. الرينين ايه، ايه وظيفته او بيشتغل عليه؟ بيشتغل على الكازين، قلنا الكازين موجود في الملك. طب بيحوله ايه؟ بيحوله الكالسيوم كازينيت، تمام. هو الكازين سهم جواه مين مين اللي جوه السهم ده؟ الرينين والكالسيوم. الرينين والكالسيوم، يعني الرينين بيشتغل مع ذرات الكالسيوم يحول الكازين لكازين كازينات، تمام. الكازين الكازينات بقى اللي احنا بقى خدناه من التفاعل، ايه فايدته؟ ليه فايدتين، تمام. ايه الفايدتين يا شباب بتوع الكالسيوم كازينات؟ الفايدتين ان هو بيمنع الرابيد باسج اوف ميلك، يعني الارتجاع بتاع اللبن. وتاني حاجه بيعملها ان هو بيديني سنس من الفولنس، سنس من الشبع. طب الخاصيتين دول او الفايدتين دول بيشتغلوا او موجودين فين بالظبط؟ موجودين في الانفانتس، تمام. ودي معلومه مهمه مهمه الدكتور قالها، ان الرينين بالذات مش موجود في الادلتس، تمام. اهو الرينين موجود في الانفانتس بس، الادلتس لا. وده يفسر الفايدتين بتوع الكالسيوم كازينيت، ان هو بيمنع الارتجاع بتاع الميلك للاطفال وبيحسسهم برضو في نفس الوقت بالشبع، تمام. تالت انزيم معانا في الاستومك الجيلاتينيز، من اسمه جيلاتينيز انزيم، يبقى هو بيعمل بريك داون للجيلاتين، تمام. نخش بقى على ايه، الانزيمات بتاعه البنكرياس، بانكرياتيك بيبتايديز. قلنا اي انزيمات تبع بروتينات هتبقى ايه اسمها بيبتايديز، تمام. اول واحد معانا التريبسين. التريبسين ده ايه؟ التريبسين برضو بيبقى في حاله غير نشطه. ادام هو في حاله غير نشطه يبقى هنسميه ايه؟ هنسميه التريبسينوجين. التريبسينوجين هيتحول لتريبسين عن طريق ايه؟ عن طريق انزيمين، تمام. الانزيمين دول هو اللي بينشط التريبسين. مين هما؟ كوليسيستوكاينين، تمام، والاختصار بتاعه سي سي كوليسيستوكاينين، سي سي كي، تمام. نسيت اكتب الاختصار، بس ايه الدكتور اصلا كاتبها على السبورة سي سي كي، انا جايب الاسم من جوجل. كوليسيستوكاينين. الانزيم التاني الانتيروكاينيز. الانزيمين دول هما اللي بينشطوا لي مين؟ هما اللي بينشطوا لي التريبسين، حولوه لي من تريبسينوجين لتريبسين، تمام. برضه التريبسين عنده نفس الخاصية اللي عند البيبسين، إن هو عنده الأوتو كاتاليزيس. يعني إيه أوتو كاتاليزيس؟ يعني ينشط الناس الخلايا اللي مش متنشطة حواليه. هنا بقى هو هينشط حاجات زيادة عن البيبسين، ليه؟ عشان هو إحنا
عندينا في الانزيمات بتاعت البنكرياس عندنا التريبسين، وعندنا الكيموتريبسين والكاربوكسي بيبتايديز، وفكك من الاستيز والكولاجينيز دول معروفين. تمام، احنا عندنا خلينا في الاول ثلاثه دول، تمام، التريبسين والكيموتريبسين والكاربوكسي بيبتايديز. تمام، احنا دلوقتي لما نيجي اول خطوه، تمام، هيجي الانزيمين الكوليسيستوكاينين والانتيروكاينيز هينشطوا لي مين؟ هينشطوا لي التريبسين. تمام، التريبسين عشان عنده خاصيه الاوتو كاتاليسيس هيعمل لي بقى تنشيط ثلاث حاجات للتريبسينوجينز، الخلايا التريبسينوجينز اللي حواليه، وهينشط لي معاه الانزيم الثاني اللي بيفرزه البنكرياس اللي هو كيموتريبسين اهو. تمام، وبينشط لي الانزيم الثالث اللي هو مين؟ اللي هو الكاربوكسي بيبتايديز. تمام، يبقى ايه؟ يبقى اول حاجه الانزيم، اول حاجه بتحصل ان كوليساستوكاينين والانتيروكاينيز ينشطوا لي التربسين. بعد كده التربسين بقى بينشط كل حاجه حواليه، بينشط باقي الانزيمين التانيين. تمام، يتنشط هو وينشط صحابه من نفس النوع، وينشط الانزيمين التانيين الكيمو تريبسين، كيمو تريبسينوجين قصدي، والكاربوكسي كاينيز. تمام، طب التريبسين ده بيشتغل على ايه؟ انهي انواع من الامينو اسيد؟ بيشتغل على البيزك امينو اسيد، الامينو اسيد الاساسيه. طب ايه الامثله اللي الدكتور قالها؟ اللايسين والهيستيدين والارجينين، دول البيزك امينو اسيد. الكيموتريبسين بقى ايه؟ زي ما احنا قلنا ان هو بيتنشط من التنشيط بتاع التريبسين، لما التريبسين يتنشط ينشطه دايركت على طول كده. تمام، بيشتغل برضه، بيشتغل على ايه بقى؟ بيشتغل على الاروماتيك امينو اسيد. قلنا من كنت لسه قايل فوق ان احنا هنيجي نذكر امثله على الاروماتيك. تمام، احنا قلنا الاروماتيك فوق في البيبسين. تمام، فين اهو في البيبسين بيشتغل على ايه؟ الاروماتيك امينو اسيد. هنا برضو ال فينها الكيموتريبسين بيشتغل على الاروماتيك برضو امينو اسيد. يبقى كده من الاستومك في البيبسين بيشتغل على اروماتيك، ومن البنكرياتيك بيشتغل الكيموتريبسين على الاروماتيك. طب ايه امثله على الاروماتيك؟ الفينايل الانين، التريبتوفان، والتيروزين. تمام، تالت نوع قلنا اللي هو ايه؟ اللي هو برضه بيتنشط من التريبسين، الكربوكسي بيبتايديز. طب لو واخدين بالكم، هو اول اسمه ايه؟ كربوكسي، يبقى هو جاي من كلمه ايه؟ من كربوكسيل جروب. تمام، يبقى هو بيتنشر من التريبسين وبيشتغل على ايه؟ مجموعه السي او اتش، تمام، اللي موجوده في البروتين. ادام هو بيشتغل على مجموعه السي او اتش او بيشتغل على سي تيرمينال، يبقى ده يعتبر اي نوع من البيبتايديزز؟ بيعتبر اكسوبر بيبتايديزز زي ما احنا قلنا. تمام، بس وهو بيشتغل على سي او اتش عشان اسمه ايه؟ كاربوكسي. واضحه قوي يعني، حتى لو نسيته الانزيم ده بيعمل ايه؟ من اول اسمه كده هتعرف ان هو بيشتغل على سي او اتش وهو اكسو. تمام، رابع انزيم بيفرزه البنكرياس، بنكرياس. الرابع والخامس سهلين، الاستيز بيشتغل على الاستين، بريك داون الاستين. الكولاجينيز بيشتغل على الكولاجين، بريك داون كولاجين، مش محتاجه فقاقه. تمام، اخر حاجه السمول انتستين، الدايجيشن بتاع السمول انتستين. في السمول انتستين في انزيمين بس، الامين بيبتايديز والداي بيبتايديز. من الاسم كده الامين ده يبقى بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على مجموعه ال NH2، يبقى بيكسر ال NH2 او بيشتغل على ال N تيرمينال في البروتين. يبقى هو نوع ايه برضو؟ نوع اكسوبيبتايديز. يبقى كده عشان نقارن كده ما بين، نربط مع بعض. تمام، عندينا في البنكرياتيك بيبتايديزز في انزيم اسمه كاربوكسي بيبتايديز، ده اللي بيشتغل على سي او اتش. تمام، وده اوكسو. اما في السمول انتستين عندينا واحد اسمه امين، وده بيشتغل على ان اتش 2 وبرضه اكسو بابتايديز، الاثنين اكسو عشان ما تتلخبطوش. النوع الثاني بتاع السمول انتستين الداي بيبتايديز، الداي بيبتايديز ده بقى بيشتغل على اي بروتين بيتكون من اثنين امينو اسيد، اثنين اي حاجه فيها اثنين امينو اسيد يكسرها لي. تمام، نخش على اخر او حاجه قبل الاخيره، الابزوربشن بتاع البروتين. خلصنا الدايجيشن، تمام، نخش على الابزوربشن بتاع البروتين. في نوعين او تكنيكين بيحصل في الابزوربشن. اول نوع اللي هو الكارير بروتين، الكارير بروتين ده اللي هو بيبقى موجود على السيل ميمبرين بتاع الانتستينال سيل. تمام، وده اللي هو ايه؟ بيدخل الامينو اسيد جوه الخليه.
طب ده بيحتاج اي تي بي، نيدنج اي تي بي، نيدد اي تي بي. عشان هو ليه بيحتاج اي تي بي؟ عشان هو اصلا يدخل لي ذره صوديوم ومعاها واحده امينو اسيد، يعني هو مرتبط بالصوديوم. دي برضو نسيت اكتبها بس ما علينا، الدكتور يعني ما كانش كاتبها صراحه في السبوره، تمام. بيدخل مع واحده صوديوم وواحده امينو اسيد. لو تفتكروا كان الكارير ده شبه ايه؟ شبه الكارير اللي كان موجود في محاضره الليبيدز. كنا قلنا في محاضره الليبيدز ان في الاكتيف ترانسبورتيشن الكارير اسمه ايه كان ساعتها؟ كان اسمه اس جلوت. الاس جلوت كان بيدخل برضو نفس الفكره، بيدخل ذره صوديوم ومعاها جلوكوز لو فاكرين، تمام. جلوكوز تقريبا، جلوكوز، تمام. نفس الفكره بتاعته، تمام. دي تربيطه من عندنا، ما اظنش الدكتور هيسال فيها. طب نخش بقى على الانواع بتاعت الكارير بروتين ده، في انواع منه، تمام. في منه 5 انواع. اول نوع اللي اسمه الامينو اسيد، ده اللي بيدخل الامينو اسيد الصغير زي ايه؟ زي الالانين والبرانش الامينو اسيد. في نوع منه لارج امينو اسيد، اي اي دي يعني امينو اسيد اختصار. لارج امينو اسيد زي مين؟ زي الاروماتيك امينو اسيد، الاسيديك امينو اسيد زي الاسبارتيت وجلوتامين. عشان تحفظوها، اي حاجه 8 اسبارتيت جلوتامين يبقى اسيديك، تمام. النوع الرابع البيزك، زي ما احنا قلنا البيزك الامثله عليها اللايسين هيستيدين ارجينين. اخر نوع ده او الكارير، النوع من الكارير ده مخصص للبرولين والجلايسين بس، يعني هو خاص ليهم هم بس. نخش بقى على ايه؟ المخطط اللذيذ ده او السايكل دي، تمام. السايكل دي ايه اسمها؟ ميسنر سايكل. نسيت اكتب الاسم بس ما علينا، الميسنر سايكل. دي بقى النوع التاني من الابزوربشن اللي بيحصل ايه؟ بيحصل للبروتين. طب ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ بيجي الجلوتاثيون. الجلوتاثيون ده ايه؟ الجلوتاثيون اللي هو عبارة عن جاما جلوتاميل سيستينايل جلايسين، تمام. ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود بره، بره الانتستينال سيل، تمام. ايه اللي موجود مثلا؟ ايه اللي موجود على السيل ممبرين بقى؟ الجي جي تي، انزيم الجي جي تي. مين الجي جي تي ده؟ ده انزيم الجاما جلوتاميل ترانس بيبتايديز. بيعمل ايه بقى الجي جي تي ده في الجلوتاثيون؟ بيشيل مجموعة السيستانايل جلاسين اللي انا معلم عليها بالبنك دي، ويحط مكانها امينو اسيد، تمام. يبقى كده تحول المركب بتاع الجلوتاثيون الى مركب تاني اسمه جاما جلوتاميل زائد الامينو اسيد. ال ال دي عشان الدكتور ما شرح ما كتبهاش في السبورة. في سؤال في البنك كان بيقول ان ال ال تايب موجودة في انهي سايكل، فهي موجودة في الميسنر سايكل، تمام، او الجاما جلوتاميل سايكل. ف ال دي جاية انا حطيتها من السؤال بتاع البنك، تمام. يبقى كده احنا الجي جي تي وظيفته ان هو يشيل مجموعة السيستانيل جلايسين ويحط مكانها امينو اسيد، فيتحول جلوتاثيون لجاما جلوتاميل زائد ال تايب من الامينو اسيد، تمام، ماشي. بعدين اللي بيحصل بقى في للجاما جلوتاميل زائد امينو اسيد ده بيتحول لاوكزو برولين. الدكتور ما ذكرش الانزيم اللي بيحول ده، تمام، فما علينا. يبقى الجاما جلوتاميل زائد امينو اسيد بيتحولوا لايه؟ بيتحولوا لاوكزو برولين. الاوكزو برولين بقى بيتحول لجلوتاميك اسيد عن طريق حاجتين، او في حاجتين بيحصلوا. بيشتغل عليه انزيم الاوكزو برولينيز، تمام، وبيحتاج ايه؟ زي ما انا معلم بالماوس اي تي بي. يبقى الانتقاله دي او التفاعل ده من اوكسو برولين لجلوتاميك اسيد بيحتاج ذره اي تي بي، وبيحتاج يشتغل عليه ايه؟ انزيم الاوكسو برولينيز، تمام، الاوكسو برولينيز، تمام. هيتحول الاوكسو برولين لجلوتاميك اسيد، تمام. الجلوتاميك اسيد بقى ايه اللي بيحصل له؟ بيتفاعل مع انزيم
اللي هو ايه؟ انزيم الجاما جلوتاميل سيستينايل سينسيتيز، تمام؟ يحول لي الجلوتاميك اسيد الى جاما جلوتاميل جاما جلوتاميل سيستين، تمام؟ سيستين، تمام؟ طب التفاعل ده برضو بيحتاج اي تي بي، يعني احنا بنحول الجلوتاميك اسيد ل بصوا عشان تبقوا فاهمين مش حافظين، بس الانزيم اوله ايه؟ الانزيم اوله جاما جلوتاميل، صح؟ والمركب اللي حول له ليه اوله جاما جلوتاميل، تمام؟ جاما جلوتاميل سيستين، تمام؟ هشرح السبب بتاع ازاي السيستين جه اصلا، تمام؟ الانزيم اسمه جاما جلوتاميل سيستين سينسيتيز. خلوا بالكم الحرفين بتاع اللي هو تيز تيز دي معناها ان التفاعل ده محتاج اي تي بي. اول ما تشوفوا اي انزيم فيه الحرفين دول او المقطع ده بتاع سينسيتيز تيز يبقى التفاعل ده محتاج اي تي بي. يبقى كده الجلوتاميك اسيد بيتحول لجاما جلوتامايل سيستاين عن طريق الانزيم اللي اسمه جاما جلوتامايل سيستاين سينسيتيز. يبقى احنا ما زودناش غير كلمة سينسيتيز، نفس الاسم جاما جلوتامايل سينسيتيز سيستاين قصدي، حوله ده الانزيم، حول الجلوتاميك اسيد لجاما جلوتامايل سيستاين، تمام؟ وزي ما قلنا الحتة دي محتاجة اي تي بي زي ما انا عامل باللازم، تمام؟ كاتبها باللازم. الجاما جلوتامايل سيستاين بيتحول للمركب الاساسي اللي بنانا بيه السايكل اللي هو ايه؟ اللي هو الجلوتاثيون او الاسم التاني بتاع الجاما جلوتاميل سيستاين جلايسين. طب هنا احنا المركب الاولاني اللي هو الجاما جلوتاميل سيستاين، تمام؟ ازاي تحول بقى جلوتاثيون؟ ان احنا خلينا يتفاعل مع انزيم الجلوتاثيون سينسيتيز. الجلوتاثيون سينسيتيز ده عبارة عن جاما جلوتاميل سيستين جلايسين، تمام؟ سيستين جلايسين، يعني ده نفس الاسم الجلوتاثيون هو الجاما جلوتاميل سيستين جلايسين. نخش بعدين الملاحظة دي بقى هتفهمكم ايه اللي حصل في السايكل اللي فوق، تمام؟ قبل ما افهمكم ايه اللي حصل في السايكل اللي فوق عايزين نحسب الاي تي بي اللي حصلت. في اي تي بي هنا ما بين في التفاعل بتاع الاوكسوبرولين وتحول لجلوتاميك اسيد نستخدم واحده اي تي بي اهو. في واحده اي تي بي لما تحول جلوتاميك اسيد لجاما جلوتاميل سيستين، وفي واحده الاي تي بي الثالثه لما نحول جاما جلوتاميل سيستين لجلوتاثيون. طب تعالى نفسر بقى لما نبدا السايكل، تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ انا كاتب النوت وهشرحها على الرسم، تمام؟ احنا هنا دلوقتي لما جه انزيم الجي جي تي بدل خد السيستانيل جلايسين دي شالها وحط بدلها امينو اسيد، المركب ده السيستانيل جلايسين لسه موجود جوه الخليه، تمام؟ فايه اللي حصل لما هو اتفصل بقى عن المركب جلوتاثيون؟ جه انزيم الداي بيبتايديز كسر لي السيستانيل جلايسين ده جوه السيل انتستينال سيل، كسرها لي اداني ايه بقى؟ اداني جلايسين واداني سيستين، تمام؟ ايه اللي حصل بقى؟ السيستين بقى اللي كسر الناتج من التكسير ده، السيستين بصوا دخل في التفاعل ده اللي هو ايه؟ دخل في التفاعل ده اللي هو بتاع جلوتاميك اسيد لجاما جلوتامايل سيستين، تمام؟ الانزيم احنا قلنا ايه اسمه؟ ايه؟ جاما جلوتاميل سيستين سينسيتيز. طب هو ليه احنا الاسم الانزيم فيه سيستين؟ عشان قلنا عشان الدايبيبتايديز لما يكسر السيستانيل الجلايسين هيوديه للسيستانيل دي يدخلها في التفاعل دي عشان يحول للجلوتاميك اسيد لجاما جلوتاميل سيستين. يعني السيستين دي اللي انا معلم عليها جايه اصلا من مركب الجلوتاثيون بعد ما تكسر ايه؟ بعد ما تكسر السيستانيل جلايسين. طب الجلايسين اللي هنا بقى راح فين؟ راح في انهي تفاعل او انهي خطوه من الخطوات؟ راح في الخطوه دي اللي بنحول فيها الجاما جلوتاميل سيستين للجلوتاثيون. حتى كده من الاسم، يعني
يعني عشان تفهموها مش تحفظوها. هنا كان الاسم بتاع المركب ايه؟ جاما جلوتاماين سيستين بس، تمام؟ بقى اسمه جلوتاسيون، او بقى اسمه جاما جلوتاماين سيستين جلاسين، يبقى كده في جلاسين اتضاف. طب الجلاسين ده اتضاف ازاي؟ اتضاف من الضاف زي ما قلنا من تكسير الدايبيبتايديز للسيستينيل جلايسين بعد ما الجي جي تي طردوا بره وحط بداله الامينو اسيد. فالليله دي كلها بتحصل في السايكل الواحده، تمام؟ الجي جي تي بيشيل السيستينيل جلايسين، يشيله ويحط بداله امينو اسيد. في نفس السايكل برضه الدايبيبتايديزز بيشتغل على السيستانايل جلايسين ده اللي موجود جوه الخليه ويديني جلايسين وسيستانايل. السيستانايل يخش في التفاعل بتاعه والجلايسين يخش في التفاعل بتاعه عشان السايكل اللي تتم بنجاح يعني، تمام؟ النقطه انا هي دي كاتبها، بس انا شرحت على الرسم عشان ايه تبقى الفهم اكتر بالماوس. اخر حاجه معانا الابنورماليتيز. عندنا ثلاث امراض او ثلاثه ديزيزز ابنورماليتيز للبروتينز. اول واحد الاوكسبرولينيميا. الاوكسبرولينيميا دي من الاسم، تمام؟ الاوكسبرولينيميا دي بيحصل ديفينسي، في بيحصل قله او خلل في واحد من الثلاث انزيمات بتوع السايكل. طب ايه هم الثلاث انزيمات اصلا بتوع السايكل؟ اللي هم الاوكسبرولينيز، تمام، والجاما جلوتاميل سيستين سينسيتيز والجلوتاسيون سينسيتيز. التلاتة دول لو حصل فيهم خلل هيديني مرض اللي هو الايه الاوكسو برولينيميا. تاني واحد معانا اللي هو الهارتنابس ديزيز. الهارتنام ديزيز ده عندنا عايزين حاجتين نعرفهم عنه: السيمبتومز بتاعته، الاعراض بتاعته، والسبب بتاعه. السيمبتومز الدكتور قال لنا احفظوها بتلاتة دي، يعني هما تلات حاجات واولهم دي، حرف الدي: دايريا، ديرماتايتز، و ديمنشيا، تمام؟ هي دي المفروض ان مش ام، تمام؟ دي ان ديمنشيا. الدايريا عارفينها من محاضرة الكربوهيدرات. الديرماتايتز دي عبارة عن بلاجرا سكين راشز، يعني بطش بتظهر على الجلد. الديمنشيا دي اللي هو ايه الخرف او فقدان الذاكرة مؤقتا، تمام؟ ايه السبب طيب بتاع بقى الهارتنابس ديزيز؟ السبب بتاعها ان هو بيحصل ديفينشي في التريبتوفان ابزوربشن. تالت ديزيز معانا من الابنورماليتيز اللي هو ايه السيستين يوريا. السيستين يوريا ده اللي هو بيحصل ديفينشي في الابزوربشن بتاع السيستين ومعاه 3 امينو اسيد. يعني السيستين والثلاثة امينو اسيد لما يبقوا مع بعض ويحصل لهم ديفينشي في الابزوربشن بتاعهم كلهم هم الاربعه كده مع بعض، بيحصل لي ايه؟ بيحصل لي السيستينيوريا. في معلومه من البنك او سؤال من البنك قصدي كان بيقول ايه الابنورماليتيز اللي عنديها موست كومون ان بورن ايرور. يعني ايه موست كومون ان بورن ايرور؟ يعني الطفل ده بيتولد بالسيستينيوريا. يبقى في سؤال في البنك انا حطيتها عشان كده. سؤال في البنك بيقول الموست كومون ان بورن ايرور ابنورماليتيز تقريبا بتاعت البروتين، فهيبقى ايه؟ هيبقى السيستين يوريا، عشان الحته دي الدكتور ما ذكرهاش في الشرح بتاعه. بس كده يا شباب، يعني حاولت ايه ابسط الدنيا، مفيش ابسط من كده. ولو الحوار الفيديو ده يعني عجبكم وكده فتمام، يعني انا عادي هستمر معاكم اعمل لكم التلخيص في بي دي اف عشان نضرب عصفورين بحجر. يعني انا عملت الحته دي عشان اضرب عصفورين بحجر. اول حاجه ان انتوا تقدروا عادي تطبعوا الملف وتذاكروا منه بكل سهوله، وكمان تكتبوا اي ملاحظات انتوا كاتبينها غير اللي انا كاتبها. وتاني حاجه ان انتوا الفيديو تقدروا تحفظوه، تمام؟ يعني تقدروا لو اي حد النت معاه مش قد كده تقدروا تعملوا سيف للفيديو، تنزلوه تحميل من اللي على اليوتيوب وتسمعوه من غير نت في اي وقت انتوا عايزينه. فدي ميزه، وانا قلت اعمل كده وانزله على اليوتيوب عشان كده، تمام؟ بس كده، تمام؟ تمام يا شباب، كده خلصنا. صلوا على النبي والسلام عليكم.